بشفافية عالية كما وصفها الحاضرون، جرت انتخابات اللجنة الأولمبية في بابل بحضور 19 اتحادا. جرت انتخابات تكميلية للجمعية العامة وفرع اللجنة الأولمبية، كذلك جرت انتخابات مجلس إدارة اللجنة فرع اللجنة الأولمبية في محافظة بابل، وتم انتخاب السيد حسام رئيسا ونائب للرئيس والعنصر المسؤول، جرى ذلك بإشراف اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية. أشكر اللجنة الانتخابية اللي حضرت انتخابات اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية فرع بابل، وكذلك أشكر الهيئة العامة اللي حضروا واللي ساندونا بها. إن شاء الله نخدم محافظتنا محافظة بابل، ونتأمل طبعا كل خير. عاملين من السيد رائد حمودي أن يعني يكون هناك اهتمام في اللجان الفرعية لممثليات المحافظات كافة. الفائزون عاهدوا الرياضيين على بذل ما بوسعهم للارتقاء بالرياضة البابلية إلى أعلى المستويات. اليوم رشحت للجنة الأولمبية والحمد لله والشكر فزت، وبحضور 19 اتحاد، وأشكر يعني اللجنة على منح الثقة لي. إن شاء الله سوف نعمل بجد من أجل تطوير الرياضة العراقية في محافظتنا العزيزة. حقيقة الرياضة تحتاج إلى بذل المزيد من العطاء، خصوصا لجميع الاتحادات المنطوية حول ممثلية اللجنة الأولمبية. انتخابات لجنة جديدة من قبل الاتحادات الفرعية تجعلهم في مسؤولية أكبر ومهمة جديدة في الفترة المقبلة. من بابل، إيمان محمد، العراقية الأخبارية.